الثلاثاء 2 يوليو لعام 2019، برج الحمل. مهنياً عليك مواجهة الصعاب ومشاكل العمل بهدوء وحكمة، فالعصبية والانفعال الزائدين ليس لهما جدوى حقيقية في حل الأزمات. عاطفياً حياتك العاطفية قد تتأذى من ضغوط عملك، فحاول الفصل بين الأمور لكي تستطيع الحفاظ على أجواء السعادة بينك وبين الشريك خلال الأيام الجارية. برج الثور. مهنياً قد تشعر بالإحباط نتيجة مواجهة بعض الصعوبات التي تحول بينك وبين تحقيق مشروعاتك. عاطفياً قد تصادف بعض المشكلات مع الحبيب نتيجة سوء تفاهم بينكما، الأمر الذي يحتاج منك التحلي بالحكمة في حل المشاكل. برج الجوزاء. مهنياً سوف تتحسن علاقتك بمديرك في العمل، فاحرص على إنجاز مهامك على أكمل وجه حتى تستمر هذه الثقة التي سوف يمنحها لك. عاطفياً لديك رغبة كبيرة في تغيير الجو مع الشريك، فحاول أن تصطحبه في خروجة صباحية تستمتعان بالفطار فيها على البحر. برج السرطان. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنانة دولي شاهين، والفنانة بسنت الكرداوي، والفنانة ريما شعار. مهنياً لا تأخذ رأي زملاء العمل في أمورك الشخصية، فليس كل من حولك يحبونك ويتمنون لك الخير. عاطفياً لا تجعل توترات العمل تؤثر على علاقتك بالشريك، فحاول تشعره بحبك وتقديرك له وعدم انشغالك عنها، فشريكك له حقوق عليك. برج الأسد. مهنياً تحب العمل الجماعي أحياناً وتحاول دائماً أن تساعد زملائك في العمل، لكن في أوقات أخرى تفضل أن تعمل بمفردك دون أن يزعجك أحد أو يعطلك عن مهمك. عاطفياً تهتم بشريك حياتك جيداً وتحب أن تظهر له حبك دائماً، إلا أن انشغالك الدائم به أحياناً يزعجه منك لأنه يشعر بأنك تحاصره طوال الوقت ولا تترك له مساحة من الحرية. برج العذراء. مهنياً أنت شخص مخلص تحب عملك وتتقنه بشكل كبير، فحاول أن تستمر على هذا الأداء والإخلاص، سوف تحصد نتيجة تعبك قريباً. عاطفياً حاول أن تفاجئ شريك حياتك بهدية قريبة تشعره بمدى تقديرك له، وحاول أن تصطحبه في عشاء رومانسي على النيل. برج الميزان. مهنياً دائماً ما تكون أول من يأتي إليه أي شخص يشعر بالظلم والضعف لتقف بجانبه، فأنت المفضل لدى زملائك في العمل بسبب حكمتك وأسلوبك في حل المشكلات. عاطفياً تحاول أن تتبع أسلوباً محايداً مع شريك حياتك، لكن هذا يجعله ينزعج منك أحياناً. برج العقرب. مهنياً قد تواجه بعض المشاكل أثناء العمل، ولكن بعندك تتسبب في ضياع إثبات حقك. عاطفياً تشعر بالرغبة في مقابلة الحبيب اليوم وتناول عشاء رومانسي على ضوء الشموع، الأمر الذي يحسن علاقتكما معاً. برج القوس. مهنياً تحب النجاح وأن تثبت نفسك في العمل، لكن بشرط أن تعمل في مجال تحبه وتختاره بنفسك، فأنت لا تستطيع أن تعطي مجهودك وشغفك في شيء لا تريده. عاطفياً تهتم بشريك حياتك جيداً ولا تستطيع أن تخفي مشاعرك تجاهه، حاول ألا تظهر شخصيتك القوية في بعض المواقف. برج الجدي. مهنياً تشعر بالطاقة والحيوية والرغبة في تحقيق مشاريعك المستقبلية، الأمر الذي يتطلب منك الكثير من الجهد. عاطفياً قد تفكر في الزواج من الحبيب، ولكن قد تواجهك بعض المشكلات لتحقيق ذلك. برج الدلو. مهنياً حبك للتغيير يجعلك مميزاً بين زملائك، لكن قد ينقلب عليك في بعض الأحيان، فطبيعتك تجعلك غير مستقر في شيء معين. عاطفياً تعتبر شريكاً ممتعاً ودائماً تحب أن تغير أماكن النزهات التي تذهب فيها مع شريك حياتك في كل مرة، لهذا فهو يستمتع بقضاء الوقت معك. برج الحوت. مهنياً تبدأ أولى خطوات مشروعك اليوم، لكن قد تقابلك بعض الصعوبات في التمويل والتي تنتهي بمساعدة أحد الأصدقاء. عاطفياً
تشعر بالطاقة والحيوية والرغبة في بداية علاقة عاطفية جيدة، وذلك لحاجتك الملحة للاستقرار النفسي.